النجاحات راكم شفتوا نشرت منذ قليل نشرت خبر تتويج البطلة المغربية خديجة المرضي اللي توجت كأول مغربية عربية إفريقية تتوج بلقب بطولة العالم للملاكمة وزن 81 كيلوغرام بدورة نيودلهي بالهند بعدما تفوقت على منافستها الكازاخستانية. هذه الصورة هي اللي نشرتها منذ قليل هذه الصورة اللي نشرتها منذ قليل غادي نوريها لكم الآن لتتويج البطلة المغربية كما تلاحظون نقلا على وكالة لاماب. البطلة المغربية خديجة المرضي تتوج بطلة العالم في الوزن الثقيل وهذا إنجاز هو إنجاز أول إنجاز يحسب للقارة الإفريقية أول ميدالية ذهبية في هذا الوزن في الملاكمة النسوية هذا إنجاز هام جدا. هنيئا للبطلة المغربية هنيئا للمغرب بهذا الإنجاز التاريخي ومزيد من التألق والنجاحات. في نفس الموضوع بخصوص دورة نيودلهي للملاكمة أكد الاتحاد الدولي للملاكمة منع الملاكمة إيمان خليف من خوض نهائي بطولة العالم الحالية في نيودلهي لأسباب صحية. الاتحاد الدولي لم يعطي التفاصيل حول الأمر. هي كانت غادي تتأهل إلى النهائي وتم إيقافها ولم تعطى أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع. طبعا أنا نتمنى التوفيق لهذا الملاكمة. تفاصيل هناك كثير من الكلام قيل حول أن الهرمونات الذكورية كانت مرتفعة ولكن احنا ما شفنا والو على مستوى اتحاد الملاكمة. نتمنى الملاكمة إيمان خلف كل التوفيق والنجاح في منافسات أخرى إن شاء الله. الغريب في الأمر اللي أنا خاطر أن نتكلم دائما بشكل سياسي لأن الأمر المتعلق بالملاكمة إيمان خليف هذا موضوع رياضي بحت، لكن كيفاش تعرفوا بأن رئاسة الجمهورية أصبح القائمون على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي ما يحسبوش الخطوات نتاعهم وما يتريتوش قبل يعني الملاكمة مشات أهلت للنهائي مشات كتبون تغريدة مديرية الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية كتب تغريدة وهنأها جيست أبري ديك التغريدة المنحوسة تم منحها من التأهل إلى النهائي. باش تعرفوا بلي هذه مؤسسة رئاسة الجمهورية المفروض ما يتسرعوش ويتريتوا وبالعقل الملاكمة كانت مازال ما وصلتش النهائي المفروض أنها لا تنشر تغريدة باسم ما يسمى برئيس الجمهورية رئيس المعين وليس المنتخب من طرف الشعب باش تشوفوا لاقين احنا نقولوها في ورانا النحس اللي يجي من عند هذا الشخص اللي يسموه رئيس الجمهورية. أنا نتحكم يعني في هذا الأمر ما يعني من ماشي هو المهم رئيسة الجمهورية مديرية الإعلام خاصها تتصرف بحكمة وأنها ما تنشرش حاجة باسم رئاسة الجمهورية حتى تكون متأكدة من الأمر. والناس مؤسسة أعلى مؤسسة في السلطة في الجزائر خاصها تنشر التهنئة عندما يحصل الملاكم على ميدالية مشي إمشاء للنهائي، وبالتالي سامبورت مالور هذا تبون وكل صراحة هاد الملاكمة ما فرحتش بزاف مشات يعني أعلنوا عن التأهل النهائي مشوا داروا تهنئة ألغوا التأهل انتهى. هذا الأمر هذا كما قلت لكم الاتحاد العالمي للملاكمة ما عطاش تفاصيل حول الأمر، ممكن سيكون هناك تفاصيل حول هذا الموضوع في القادم إن شاء الله. إذن دائما في خضم هذا يعني في إطار البث المباشر نتاع اليوم هناك تذمر تونسي من كلام عبد المجيد تبون في الحوار الأخير نتاعه مع قناة الجزيرة
وين أربط أن الأزمة في تونس بدأت بعد خصوصا استقبال قيس سعيد لإبراهيم غالي زعيم حركة البوليساريو الإرهابية. أصوات تونسية عبروا على عدم رضاهم من هذا الكلام، وما شافوا بأن نظام العسكر يحاول جر تونس إلى هذا الصراع نتاع الجزائر أو صراع نظام العسكر مع المغرب. هناك جمعت نوع عدد من التغريدات، جمعت على واحد الفيديو باش نوريكم كيفاش النخب التونسية بدات ما يعجبهاش الأمر بخصوص سياسة نظام العسكر مع تونس. هي أيضا هي ب... هي لا هي غير راضية على سياسة قيس سعيد، لكن الأمر الآن راه متعلق بتدخل كبير من طرف نظام العسكر في العلن، يبين الخطر. لما عبد المجيد تبون أشار إلى زيارة بطوش في حواره مع قناة الجزيرة، هذا يؤكد على أن نظام العسكر كانت له اليد الطويلة في 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 ذلك الاستقبال اللي أعطى واحد الصورة على موقف تونسي غير محايد، موقف تونسي أساء بشكل كبير للمغرب. غادي نخليكم تشوفوا هذا الفيديو نتاع النخب التونسية يتناقشوا حول كلام عبد المجيد تبون كما غادي تشوفوا هنا الآن. على ما يبدو الرئيس تبون قاعد يعمل في تصفية حسابات على حساب تونس مع المغرب على حساب تونس. اي ولكن كيف رئيس الجزائر يرى رئيس الجزائر بيتكلم تاع الدوله نتاعه ويتحدث على مؤامره تونسيه، لكن هل افهمت تونس في المعركه دي؟ معناتها ترى انه بالحق الجزائر واقفه ضد هذه المؤامره، احب من احب وكره من كره، والمؤامره كبيره ياسر، واللي الشراره نتاعها انطلقت وقت اللي زار ابراهيم الغالي تونس. انا النقطه اللي ما حبيتهاش من كلام تاع عبد المجيد تبون انه يوظف الملف التونسي في المعركه مع المغرب. وإذا كان عندك معركة مع المغرب فرق فضل بين الجغرافيا التونسية عيد على السلطة التونسية. إذا كان إحنا يعني تعكرت الوضع في تونس، تعكر ولينا في أزمة مضاعفة في تونس وتعقدت الأزمة من اللي استقبلنا إبراهيم غالي. نقول لك يا سيدي الكريم توقف عند هذا الحد وشوف مسائل أخرى تحدث عليها. إحنا علاقتنا مع الجزائر علاقة صديقة ودولة شقيقة والشقيقة الكبرى كل تحب، كما علاقتنا مع المغرب، كما علاقتنا مع نبي المنفلي، وحتى حدثنا ولاية تابعة للجمهورية الجزائرية المحترمة واحد، ولسنا تابعين لأي دولة، نحن دولة مستقلة عنا قرارنا السيادي، وعلاقتنا القريبة من الجزائر زاد علاقتنا القريبة من المغرب ومن ليبيا وكل الأصدقاء، وما نخليه حتى طرف يدخل ليبيا. بدأنا سنين خلوات السياسة الخارجية بتاعنا على طول معناها لو يتدخل قيس سعيد حاليا ويتحدث هو ويحاول توظيف ازمه عربيه، شوف حجم الانتقادات اللي تتعرض له، تو تشوف حجم الجلد اللي يتعرض له قيس سعيد، سيجلد ليلا نهارا صباحا مساء ويوم الاحد، بمجرد تحدث على معطى في علاقه بليبيا شفنا شنو صار. تو عبد المجيد تبون يحب يوظف تونس معك مع المغرب، يا اخي بالرفض معرفتك بين غير. راكم سمعتوا وش قال ضيوفنا التونسيون والنخب التونسيه حول الكلام اللي قاله عبد المجيد تبون، وهذا رفض مباشر لاستغلال يعني الوضع في تونس من أجل الضغط أو يعني فرض أطروحة نظام العسكر على التونسيين. هنا هذا الكلام ما قالوش فقط الإخوة هادو في الفيديو، تم نشر العديد من التغريدات، وهنا نحيلكم إلى إحدى التغريدات لأحد المفكرين التونسيين. شوفوا واش قال هنا، يعني كل صراحة هذا المرزوقي، نحيلكم إلى هذه التغريدة وين رفض الكلام نتاع عبد المجيد تبون في الحوار نتاعه مع قناة الجزيرة والتدخل في شؤون التونسيين. يعني نطلع لكم التغريدة، ها هي لنا أحد مفكرين تونسيين اللي عندهم متابعين، قال بأنه وما بت أخشاه على الجزائر هو ما نراه يجري في السودان، فالجيش يمنع الشعب من أن يحقق شروط
صلابة البلاد ما يجعلها ربما عرضة للتفتيت. وإلى اليوم مشكل المشاكل في السودان هو بلاء الجيش الذي يستبعد الشعب ويتحول إلى مافيات تمتص دمه فيصبح في حرب أهلية فيخسر صحراءه بدل تحرير صحراء المغرب. وقال هنا الدخل القومي الخام الجزائري أقل من ربع دخل أي دولة أوروبية في حين أن مساحة أرضها وثرواتها الطبيعية أضعاف ما لأي دولة أوروبية أكبر، فليتواضع قليلا وليصمت تبون فلا يدعي أنه يحمي النظام أحب من أحب وكره من كره، أي أنه ينكر على الشعب التونسي ما يزعم الدفاع عنه للصحراوي. هناك تغريدات كنت جمعتها هذا مثلا سعد الخزمي نشر هذه التغريدة أو التدوينة قال إعلان الرئيس عبد المجيد تبون وقوف بلاده الجزائر إلى جانب تونس موقف نبيل يستحق الشكر لمجرد أنه مبدئي وموقف ينطق شهامة ما دام الرجل يربطه بعلمه بوجود مؤامرة تتعرض لها تونس الجار، ويصبح الموقف أنا أرى شوية يتهكم عليه غاية في الشجاعة عندما يتحدث تبون بأن لا تتخلى بلاده عن دعم تونس حتى ولو كره البعض هذا الدعم ولم يستصغوه، ومثل رئيسهم نسمع من الأشقاء الجزائريين تعاطفا جزفا مع بلادنا تعرف الأخوة عند الشدة وتشتد عند المصالح، إنما هل يمكن معها أن تضع الجزائر عندنا وديعة من المليارات تفرج الكرب وتوقف ضغوط الصندوق والغرب؟ لم واقعي يعني انتارك هنا الأخذ غالب أحب من أحب إحنا نوقفوا مع تونس حط وديعة باش ترفع الضغط على تونس من يعني ترفع الضغط على تونس اللي راه يجيها من طرف صندوق النقد الدولي. هذا آخر شكري قال هنا في هذه الكلمة أو التدوينة حديث الرئيس الجزائري عن المؤامرة التي تتعرض لها تونس مدعاة للقرف والغثيان، تونس تتعرض لمؤامرة تدمير مقومات الحياة السياسية وتجريف المؤسسات واسترزاع الاحتراب بين التونسيين، تبون يكذب وكان حرق الحليب على التوانسة وعليه حاكم فيهم بعشر سنين حبس على تهريب الزيت والسميد، بارك الله فيك على هذه الكلمة. يعني ذكرنا الأخ هنا شكري بالمحاكمة اللي تعرضوا عليها التونسيين اللي تعرض له التونسيين وتم سجنهم بسبب الزيت والسميد اللي خداوهم، يعني ويتكلم هنا تبون على وقوف نظامه مع تونس، يعني وكان عليك أنك ما تسجنش تونسيين لمجرد أنهم اقتنوا بأمالهم مواد مدعمة. يعني هناك الكثير من اللغط والكثير من الغضب من التونسيين على الكلام اللي تكلم عبد المجيد تبون في الحوار نتاعه مع الجزيرة، واللي يبدو أن وضع هذا النظام التونس كان ديبارتمون ولا ولاية تابعة للجزائر. الكلام هذا تكرر في البيان نتاع رئاسة الجمهورية اللي جاء عقب المكالمة ما بين عبد المجيد تبون وماكرون، وين تكلموا على أمر يتعلق بعملية نقل لمواطنة فرنسية من طرف المصالح القنصلية الفرنسية داخل التراب التونسي، فيما يشكل هذا تدخل سافر في الشؤون نتاع تونس، وهذا الأمر بدأ التوانسة راهم متضمرين منه وعبروا على الغضب نتاعهم ورفضهم باش يوظف نظام العسكر الصراع نتاعه مع المغرب في الشأن التونسي، وهذا أمر طبعا يرفضه الغالبية العظمى من التونسيين الذين عبروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم قبولهم للكلام اللي قاله عبد المجيد تبون بأن عندما ربط الأزمة في تونس بتفاقم الأزمة في تونس باستقبال قيس سعيد لزعيم الحركة الإرهابية البوليساريو.